دلوقتي احنا بنشغل التشغيل ذاتي ولا من خلال تعاقد مع شركه تشغيل ذاتي؟ فانت معاك المحطه دي تشغيل ذاتي. انشاء المحطه في 2021 التوقيت ده اتعمل في المحطه توسعات عشان البلد كانت محتاجه كميه ميه في 2095 اللي هي المحطات الكومبات 1 و2 3 بنطلع طاقه تكنولوجيه في المحطه 300 مكعب يوم، ولكن احنا مش بنطلع كل الكميه دي، احنا بنطلع متوسط من 20 ل 22 مكعب. 22 فرق بقى عشان كفاءه المحطه نفسها. احنا اخبرنا ايه بقى في عماره الكفاءه والتطوير والكلام ده؟ اخر حاجه طلبناها كنا طلبنا اعاده رفع كفاءه المحطه 241 مليون. الكلام ده كان من فتره لما انطلب منا المحطات اللي هتاخد اكتر من 100 مليون. المحطه كان يعتبر من غير الحياه تقريبا مرحله ثانيه. ولكن مش عارفين بقى ده لسه كنا حضرناها بعد كده الحياه تقريبا بس مش عارفين ده هو ده متخصص الشركه. ايوه فندم محطوطه ان شاء الله. باشمهندس صندوق. حاضر يا فندم. على الاقل نبقى يعني بالنسبه للوجه اللي بقى ده الضغط التصميمي انت بتطلع كام؟ انا بطلع يا باشمهندس باشمهندس طاقه المحطه ملهاش دعوه بالغسيل، احنا بنتكلم اللي خارج من المحطه بنتكلم غير صلاح، بس عايزين كلام كده ايه تمام.